هي في الواقع أن رئيس الجمهورية منذ وصوله إلى الرئاسة يبذل مجهودات كبيرة من أجل إعادة ترميم أو إصلاح ما أفسده الدهر. قطاع النقل سواء كان نقل المسافرين أو نقل البضائع يعني فيه إجماع تقريبا من عند المتعاملين الاقتصاديين أو من قبل المواطنين أنه قطاع يعني تقريبا أفلس يعني تقريبا فشل، ورئيس الجمهورية أعطاه الفرصة في أكثر من مرة. الآن شيء طبيعي أن تكون نفضة من هذا القبيل هو فتح تحقيق، وعندما نقول فتح تحقيق لا ينبغي أن نفهمها أن رئيس الجمهورية يقصد أشخاص يعني بعينهم، وإنما هو فتح تحقيق في كيفية سير أين هو الخلل. عندما نصل إلى الخلل، إذا كان الخلل يعني في الأدوات أدوات النقل مثلا طائرات أو بواخر فيتم حلها، إذا كان يعني خلل على مستوى مثلا القوانين يتم حلها، وإذا كان الخلل على مستوى المسيرين يتحملوا المسؤولية تحهم. وفي نفس السياق لابد أننا نقول أن كثير من القطاعات يعني تعاني من هذا النوع من الخلل، ونتمنى أنه بدورها سوف يتم ونتمنى أن يتم فتح تحقيق حولها من أجل خدمة الوطن والمواطنين. أنت عارف أن القوانين التي نوقشت أو التي هي بصدد المناقشة تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي، وهذا البعد الاجتماعي هذا وتكلم عليه الرئيس تبون أكثر من مرة، فهو يعني موروث من ثورة التحرير، موروث من بيان أول نوفمبر، ولا يمكن العبث بالدعم الاجتماعي أو سياسة الاهتمام الاجتماعي بالطبقات الهشة والطبقات المتوسطة. والطبقة الهشة والطبقة المتوسطة هي شعار للرئيس عبد المجيد تبون، وظيفته الأساسية أنه يرتقي بمستوى المعيشة للمواطنين لهاتين الفئتين. ذير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.